الظالم وله يوم فيه يفرح المظلوم لازم اليوم وقت تتبدد فيه الهموم عيش العمر بكل سعادة وحب وراح تشوف أحلى الحياة اختار الدرب صح وأطيب قلب ودرب الفرح خليك معاه مد ايدك وخليك أحسن خل مبدك كل حب وخير انسى عيوبك وقول أصلا كل خير مني راح يصير عيش العمر بكل سعادة وحب وراح تكون أحلى الحياة اختار دو صح وأطيب قلب ودرب الفرح خليك معاه بس نصفي النية تنشوف أحلى هالدنيا واللي شره ما يهده شره بينقلب ضده الأحلى الأغلى والرزينة
السالفة؟ تو ملاحظ إن في شيء غريب؟ مثل شنو؟ يعني شو اللي قاعد يصير بهالديرة؟ وين الصفقة؟ وين الناس؟ أكو واحد يستقبل الأمير كذي من غير صفقة؟ أقول دولف، أنت تشوف اللي أنا أشوفه؟ إي والله، كنا في شيء غلط. بالضبط. وين البياع؟ وين الخباز؟ وين الناس؟ ليش الكل من خيش؟ شو يأكلون هذيلة؟ اتقل المملكة. المملكة إيش فيها؟ لقيت خرعنا، أنت إيش فيك؟ إيش فيها المملكة؟ مسكونة. استح على وجهك دولف، اكو واحد يسوي كذي؟ ريالش كبرك تقول لي ما 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 كذي؟ انا علمتك؟ انت بصراحه خرعت البنت، ومن الذوق والادب والاحترام ان انت ما تخرع البنات. هاي هاو ار يو؟ يا بختك يا بنيه، الامير شاشت لي شخصيا نفسه يمد ايده لك ويطلعك. قال لك الامير شاشت لي؟ الامير الامير شاشت لي شخصيا. راحوا؟ منو؟ وينهم؟ انت شو تدورين عليه؟ ما ادور على احد، بس انا ما ابي اي احد يلاقيني. ليش؟ زين انت شنو خايفه؟ شعري. مولاي هذه مبين عليها مو صاحيه. بس حلوه حلوه. راح يقصون شعري. منو؟ راح يجزونه، راح يقصونه من عرجه. اي منو؟ خاف يلاقوني، انا خايفه يعذبوني. منو هذا اللي بيقص شعرك؟ خلا قص رقبته الحين. منو؟ هي تبي، هي اللي ناويه عليه، هي اللي من تشوف شيء يعجبها الا تستفرد فيه. اي خليني افهم، منو؟ منو هذه اللي تدور على الجمال الابدي؟ جمال ابدي؟ لحظه لحظه لحظه، لازم امشي. شكرا يا شو اسمك؟ الامير الشاشتلي شخصيا. شكرا لانك طلعتني من البرميل، كنت اختنق ومو قادره اتنفس. انا دشيت البرميل عشان نخش منهم بس ما عرفت اطلع، كنت صدق خايفه ووحيده بالظلمه. مشكور وايد. هذه اردف عايل الامير شاشلي. وين؟ لازم انحاش. افا تنحاشين وانا موجود؟ خليك هني، انا اللي بحميك. بس انا لازم اختفي الحين. زين انتي منو؟ اسمك على الاقل. دورين. دورين؟ ايش هالاسم هذا؟ دول في احد سمي الاسم؟ ايش فيها هذه؟ ايش تعراني انا؟ والله ما ايش قاعد تقول، تقول خوف جمال وشي واحد اسمه جمال، ما ايش سالفه هذه؟ يا عمي خلها تولي، بس لا تفكر فيها وايد خلاص. بس هذه تبين عليها خبله. شوف واضح ان البنت ما كانت خايفه الا كانت ميته من الخوف. هاي الامير يوقف قدامها بهالوسامه والاناقه وما تعطيه وجه؟ لا ومو اي امير، الامير شاشلي شخصيا. يلا يبا ورانا شغل وايد، امش. صار جاهزة ولا لا؟ طبعا يا مولاتي جهزتها. وعلى فكرة يا مولاتي انت بنفسك راح تزيدينها حالات، مو هي؟ حبيت هالشعر هذا، انت اللي راح تزيدينها حالات مو هو. يا خيالية ايش رايك؟ انا حلوة؟ لا. نعم؟ ايبا اي انت مو حلوة. شنو؟ انت اصلا ملكة جمال المملكة، ايش قاعد تقولين يا مولاتي؟ وانزل. وليش ما تتكلم عدل عشان ما انفعل؟ لانك تعرف عدل، اذا انا انفعلت انت ايش راح يصير فيك؟ مو انت يا جميلتنا ما اعطيتيني فرصه حتى اتغزل فيك او امدحك. انت يا مولاتي اوبيل اجمل وحده راتها عيوني. عاد تصدق هالمره احلى من كل مره، والشعر هذا وايد حلو. ميرور ميرور اون ذا وول، Who's the fairest of them all?
أجمل جميلات الأرض، أجمل جميلات المملكة. أنتي يا مولاتي. منو؟ الملكة أوبيل، أجمل جميلات المملكة. وصل أمير شاشتلي؟ لا يا مولاتي، للحين ما وصلنا أي خبر عنه. شبيدل؟ وصل الأمير شاشتلي مع معاونة دولف إلى المملكة، مملكة الجمال شونهايد. يعني المعرس وصل. أيبا بنقدش. وانزل بس عاد خلاص، ترى استحي. صدقيني يا مولاتي، ما راح يلاقي الأمير شاشتلي أجمل منك ولا أحلى منك يا مولاتي. أوبيل، ثوار ونبقى احنا دايم، احرار ونوقف جدام، كل ظالم يظلمنا او غدار احنا ناخذ دايم حقنا، بالقوة او حتى بالسلم، لكن ما نرضى احنا بالظلم. ثوار ونبقى احنا دايم، احرار ونوقف جدام، كل ظالم يظلمنا او غدار احنا ناخذ دايم حقنا، بالقوة وعقل نحقق العدل، ونمشي بثقة وما نرضى بالفشل. بحكمة وعقل نحقق العدل، ونمشي بثقة وما نرضى بالفشل. الدنيا تدور وبي اليوم دايم، احرار ونوقف جدام، كل ظالم يظلمنا او غدار احنا ناخذ دايم حقنا، بالقوة وحتى بالسلم، لكن ما نرضى احنا بالظلم. لا 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 لا. والحديقة شرحة، كل شي فيه يدل على الفلوس. هني يا دولف، المكان اللي كنت طول عمري أحلم فيه، بالمكان فيه العز والدلال والغنى، وفيه أجمل بنات الكون هني. وينها وينها؟ قاهي قاهي. منو؟ أجمل بنات الكون. أجمل بنات الكون؟ إي نعم، وأعلنها بأحلى صوت، أنتي أجمل بنات الكون. لا لا كلش لا. يعني في احلى منك؟ لحظة بجاوبكم، بس بالاول انتوا قولوا لي شلون دخلتوا هني؟ وش حقه جايين وحق منو؟ انا الامير اللي ارسل لكم قبل كم يوم مرسول، والمرسول يقول ان الكل عارف ان اجمل جميلات اسكان المملكه موجوده في هذا القلعة، وان الامير شاشلي شخصيا يبي يتزوجها بعد ما سمع جمال العظيم وحبها قبل لا يشوفها. بس انا الحين تاكدت من شغلتين، انهم ما كذبوا يوم قالوا انك اجمل جميلات الكون، وان انا بكل صراحة ومن غير لف ودوران أحب أقولك وأختملك إياها بكلمة واحدة، واحدة ما في غيرها، أحبك.
اكتشفت الحين ان انتو ما عندكم سالفة. اولا ما في احد يحب شخص بس ما عنه وما شافه. ثانيا اجمل جميلات مو انا. ثالثا اجمل جميلات هي الملكة اوبيل اللي صارت بحسبة اختي الكبيرة وما قصرت معاي بشي. اوبيل الملكة اوبيل اجمل جميلات الارض. اسعد لها وتعرف عليها ولما تشوفها بتعرف انك غلطان وحزتها تكتشف انك قدام اجمل جميلات الارض. يعني صدق في اجمل منك؟ شنو تبوني اعيد وزيد؟ انتوا مو صادقيني؟ دولف خلاص عاد يا دولف انت مو شايف ان البنت مشغوله؟ مبين من شكلها انها مشغوله. انت مشغوله ولا مو مشغوله؟ واضح انها مشغوله. بما انك مشغوله لازم اخذ صاحبي ونمشي حق الملكه بسرعه. مثل ما تقولين ان الملكه هذه وايد حلوه الملكه اوبيلا ونشوف منو اجمل هي إيه ولا ايش اسمك بالخير؟ جوليان. برافو. يلا دولف خلينا نمشي تعال يلا. انتوا منو؟ اذا فخاره بساعدكم واذا يواعب بوكلكم واذا ضايعين بدل ليكم بس لا تعذوني لا تذبحوني انا ما سويت لكم شيء. احنا مو جايين نذبحك يا جوليان. احنا جايين ننقذك. تنقذوني من منو؟ المكان هني خطر يا جوليان. حياتك بخطر. تعالي معانا يا جوليان تعالي. تعرفين اسمي؟ ونعرف عن حياتك وعن حياة الملك كل شيء. ابوي شنو تعرفون عن ابوي؟ الخطر الحين مو بس عليك الخطر الحين علينا احنا بعد. تكفون يا جماعه خل نطلع قبل لا يصيدونا ولا ترى لو ودونا السجن راح نموت من الجوع. بس انا ما اعرفكم. اي صح هي ما تعرفنا شلون بتجي ويانا؟ هذا مو مهم احنا نعرفك وهذا كافي تعالي. شلون تبوني اثق فيكم؟ امشي معانا وبالطريق راح ناكل لنا لقمه ونفهمك كل شيء. انتوا اشكالكم مو مال واحد يثق فيكم او حتى يصدقكم. مبين عليكم انكم شويه مجرمين وجايين تقصون علي. قول اللي تقولينه معذوره لانك ما تشوفين ابعد من ريولك. بدال لا تغلطين علينا امشي معانا خلنا نساعدك. فالكو اعصابك لا تخوف البنت. جوليان تعالي معانا. تمشين الحين بالطيب ولا بنخطفك بالقوه؟ يولندا هدي اعصابك ما يصير اللي قاعد تسوونه. اذا ما طلعتوا ورجعتوا مكان ما جيتوا راح اصارخ والم عليكم الحرس واقول للملكه عنكم وحزتها بتكبر السالفه. وانتوا عارفين ان صعدت لها وكبرت الموضوع عمره ما راح يصغر وحزتها بتندمون. هذه واحنا بنساعدها تهددنا؟ يا جماعه الحين شو نسوي؟ جيناها بالطيب مو راضيه، جيناها بالغصب هم مو راضيه. ناخذها معانا غصب؟ لا لا نغصبها ولا تصرخ. احنا بنروح الحين يا جوليان خلاص بنمشي. سمعيني تعالي معانا صدقيني راح تندمين بعدين. راح تتذكرين قريب وقتها راح يفوت الفوت واذا فات الفوت ما ينفع الصوت. يلا يا جماعة ترى بديت أيوع. يلا يلا خلنا نمشي. يولندا الأمير شاشتلي شخصياً ومساعدة دولف. أهلاً أهلاً بالأمير. بدون مقدمات مولاتي الملكة أنت عارفة الموضوع اللي أنا جاي علشانه عدل؟ وأنا فكرت بالموضوع وأقدر أقول لك أني موافقة وأعتقد أن أنسب وقت تحتفل فيه المملكة بزواجي الأسبوع الجاي. أعتقد أن في سوء فهم بالموضوع. الأمير شاشتلي شخصياً قرر يتزوج أجمل البنات على الأرض. يعني أنا؟ لا نعم أنت يا مولاتي مع أنك جميلة وفاتنة بس في الأجمل منك. يا حلوك والله تونس والفك حلوة بس أكيد أنت قاعد تغشمر صح؟ اسمعني زين أنت معاه أنتوا لو تلفون العالم كله ما راح تلاقون واحدة أحلى مني. بس احنا شفناها كلمناها. مستحيل يا جماعة لحظة ستوب الموضوع فيه شيء غلط. اللي راح يثبت لكم هذا الشيء شبيدل. شبيدل؟ وين هذا شبيدل؟ هي ابوه اللي خليه يثبت الشيء هذا وينه؟ Mirror on the wall. Tell them who's the fairest of them all. أجمل جميلات المملكة بنت اليوم كملت عمر 21 اكتمل معاها جمالها. هذه البنت اسمها
جوليان. ايه هذا اللي شفناها قبل شوي بالحديقة. ايه البنت الجميلة. وهذا اللي احنا قلناه من البداية بعد شنو؟ ها؟ لحظة، في شيء غلط. انا سمعت ابني يقول مونتي، قال جوليان. ايه هذا الغلط اللي انا اقول عنه، شبيدل غلطان، غلطان والسبب واضح. وينزل، متى اخر مرة مسحت فيها المراية؟ اليوم ما مسحت. ها؟ مو اليوم؟ ايه صح صح نسيت، من زمان، من زمان اخر مرة ما مسحها، صدق نسيت. وعشان كذي المراية وسخة وما تشوف عدل. اي عدل، صح صح كلامك، انا اسف، ووعدك مرة ثانية انا راح انظفها بنفسي. خلاص يا امير شاشتي، انت راح تسمع كلام ثاني، بس عطنا فرصة ننظف فيها شبيدل. المراية باكر المساء راح تتأكد بعيونك وتسمع بدونك ان الملكة وبيت. ايه هي اجمل جميلات المملكة؟ إذن أشوفكم بكرة المساء. دولف مشينا. أنا يفشلني واحد مثل هذا؟ أنا يردني واحد مثل هذا؟ أنا بدل كذي؟ أنا يا ونزل؟ لا طال عمرك، أنت لا تعصبين الحين، وعد مني لك أنا بنفسي راح أنظفها لك. وأنت صدقت هالكلام؟ أنا قلت أي شيء بس عشان أخذ وقت لباكر المساء. ها؟ ليش يا ساتر؟ شنو راح يصير باكر المساء؟ راح أقول لك، بس عقب ما يلاقيني شبيد الويه بوي، طلع شبيده من البرواز وخلي يواجهني الحين. تبي اشلعها لك؟ تبي اكسرك واخليكم يد قطعه؟ ياي مولاتي تكفين. منو اجمل الجميلات؟ اجمل اجمل. يا عمي رد بسرعه، خلصنا ولا بس شاطر تفشلنا قدام الناس. خلص. اجمل الجميلات مو انتي. عيل منو غيري؟ وشلون تتجرأ وتقول كذي؟ شلون؟ لا 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 يا مولاتي، لا يبوني احسن صياد بالمملكة والحين. وهذا وين لاقيه مولاتي؟ وين الصيدة؟ حاضر حاضر، احسن صياد انا في مكانه. وين؟ صرنا 3 أيام وإحنا الحفر، وبعد ما وصلنا حق باحة القصر وشفنا جوليان عقدتها علينا. هالبنت هذه مثل أبوها، راسها يابس، قعدت تصارخ وتهدد، ما عرفت شو أسوي. مو قلت لكم نخطفها بالقوة؟ لو طايعيني كان هي الحين معانا. أنا توهكت، ما عرفت شو أسوي. تكفون يا جماعة، شو الحل الحين؟ وبرمية سهم مني صد تسرع غزال. نعم انا احسن واشطر صياد في المملكه كلها، واتحداكم تلاقون صياد مثلي. انا اشهد انك الافضل. انا شفت بعيني انك نقوشي تصيد اسرع طير. هذا ولا شيء، انا اتسلى بصيد الارانب بغمضه عين، واتمتع بصيد الطيور بلمح البصر. لا تقول لي غزال سريع، اصيده يعني اصيده. سبستيان الافضل. سبستيان الافضل. اكيد تذكرون برونو. طلع من التحدي يبكي مثل اليهال. يا رجل اللي تحداك خسران. مو قلت لكم انا الاحسن؟ أنا راح ألقب نفسي وبكل تواضع ملك الصيادين والقناصين والنقوشيشيين. الحرب ضد الملكة جريبة، لازم ننقذ الأميرة قبل لا يحرقون الثوار القلعة باللي فيها. إنزين ليش ما نقول لها الصج؟ إيش فيك؟ فيك شيء؟ واخر عني، الله يخليك واخر عني. لحظة، انت اذا فيك شيء تبيني تساعدك قولي لي. اي كل اللي ابي
زعلانين انه ما يشوفوني جنود الملكه اوبيل. ليش يشوفونك؟ انت شنو مسويه؟ مو هذه المشكله، اني مو مسويه شيء. اي واضح ان انت مو مسويه شيء. دام مو مسويه شيء عين ليش خايفه؟ اذا مسكتني الملكه راح تسوي فيني مثل ما سوت بخواتي، راح تقص شعري وتشل اظافري، وانا بعد ما انحش من قريتي ما ادري وين اروح ولا ادري شنو راح اسوي. زين خلاص خلاص اهدي اهدي. شوفي انت تعالي معنا، وانا وعدك ديتي معنا راح تكونين تحت حمايتنا. صج؟ اه انت الثوار؟ انت المحاربين؟ قصري يحسك، انت ايش فيك؟ شنو تبينهم يسمعونا؟ تدرون ايش راح يصير فينا لو يسمعونا؟ راح يشوننا على الشوايه. عيل دخلوني معاكم، خلوني احارب وياكم، راح اوقف بصفكم وراح اقاتل صالحكم. ما عندنا مكان للبنات الدلوعات. احنا ما نقدر نضم لنا ناس ما نعرفهم. بس يا جماعه طولوا بالكم، ترى هي اكثر انسانه محتاجتنا بهالموقف. احنا عددنا كافي. صدقوني انا محتاجه احد يوقف معاي، واذا ما وقفتوا معاي وساعدتوني راح اصرخ من قمه راسي وراح الم كل اللي بالمطعم عليكم. قبل لا تصارخين راح اسكتك بطريقتي. انتوا وش فيكم؟ احنا هدفنا نساعد الناس، واذا ما ساعدنا هذه البنت عيل ما له داعي نسمي نفسنا ثوار. صح. خلاص خلونا نكبر عقلنا. طيعوه احسن لكم، ترى العناد راح يقضي علينا ما راح يحل مشاكلنا. يبا خلوها تدش معانا لا تفضحنا. بس ها من الحين اقول لكم سهمي بالاكل ما حد يجيسه. ها يا لندا ايش رايك انت؟ انت قائدنا وكلام القائد مطاع، اللي تبيه يصير واحنا نحترم قرارك مهما كان. يلا امشي معانا وداري نفسك، لا حد يشوفك ويعرفك. مشكورين. انا ما ادري شلون راح ارد لكم هالجميل، انتوا ما تدرون ايش صار فيني ومن فوقتوا كم واحد من اهلي خسرت. زين يلا يلا خلونا نمشي بسرعه. اه شوف هذا اللي ندور عليه. اها يعني انت قاعد تفكر باللي انا قاعد افكر فيه بالضبط. وانا ايش دراني انت ايش قاعد تفكر فيه. انزين انزين قوم معاي، انا عندي لك خطه نار النار. يقولها لي، انا ايش دراني بالله شنو خطتك. اوكي اوكي ماشي. انا قاعد افكر يا شبيدل ان نقنعه ونوديه معانا، بس شلون ما ادري، لازم تكتكها معاي عشان نلعبها صح. يا سلام يا سلام، خطه عبقريه ما فيها اي نوع من انواع الخطه يعني طالع فيها حضرتك. أه؟ خلاص خلها علي، تعال معاي يلا. جاك عطنا واحد عصير. ايه يا جاك نزل له احلى عصير حق صيادنا الماهر. على حسابي يا جاك على حسابي. لحظة لحظة مشكورين، بس ترى انا ما اقبل عزيمة ناس ما اعرفهم. جاك العصير لي وعلى حسابي. لحظة لحظة لحظة، احنا ما عزمناك انت بروحك، احنا نزلنا عصير حق كل اللي قاعدين هني بالمطعم، وبعدين ما يصير تردنا وتقص وجهنا قدام الكل. انت ما تعرفنا الصح، بس احنا نتشرف بمعرفتك. اما الصيادين على الاطلاق سبيسيال. انت صراحة سوالفك ما تمل، عندك غيرها؟ اوه بطولاتي وايد، وطلعات الصيد لها بداية وما لها نهاية. يا السلام عليك، ادري فيك وايد ماهر وقوي وسريع البديهة. سمعتك قبل شوي تقول انك صدت اسرع غزال بسهم واحد. صج؟ افا عليك، بس هذه اردف عائلي يبا. حلو حلو، احنا نبيك بموضوع. موضوع؟ صيد ثمين ما يقدر عليه اي صياد. اه كذي السالفة، عبالك انت وياه تقدرون تقصون علي؟ اشوفك واحد يعطيني عصير والثاني يقعد يمدح فيني. حبيبي وياه ترى انا ما اشتغل ببلاش. ومنو قال لك احنا ما راح ندفع لك اصلا؟ احنا راح ندفع لك مبالغ عملاقة ما تخيلها، اي مبلغ تطلبه بيكون لك وكاش. ايش تبون مني؟ احنا نقول لك انت اليوم احلى من كل الايام يا جوليان. انت اصلا ما تشوفيني الا حلوه، وما يمر يوم الا وتمدحيني. انت عوضتيني عن اهلي، ما عمري حسيتك مو اختي، ما عمري حسيت بالوحده من بعد غياب ابوي. انت تدرين يا جوليان ان ما حد يحبك كثر ولا حد يخاف عليك مثلي. انت ما عمرك قصرتي معاي بشيء ولا بحياتك اذيتيني بكلمه، ولانك غاليه علي ابي اهديك اغلى مجوهراتي. الله، اليوم أبيك تكونين أحلى واحدة. بس هذه وايد حلوة،
أخاف أخربها ولا أضيعها. تستاهلين تستاهلين يا جوليان، لازم اليوم تطلعين بأحلى شكل. ليش؟ لأني ما انتبهت لجمالك من قبل، ولا حسيت أنك كبرتي وحلويتي وصرتي تجننين. أي جمال وأي حلات وانتي موجودة. عاد تصدقين أنا وكل بنت بالمملكة نتمنى نصير مثلك. جمالك مثال حق كل وحدة بهالأرض، مو بس جمال شكلك، حتى طيبة قلبك. والحين يا دورك، انتي كبرتي يا جوليان وصرتي شابة وحلوة وتبهرين كل واحد يشوفك. أنا خلاص خبت كفايتي بالجمال، والحين يا وقتك انتي، وانتي لازم تتزوجين، ومو أي حد، شخص يستاهلك. زواج؟ إيه زواج، ومو أي زواج، انتي اللي يتزوجك أمير، أمير يقدر جمالك. هتزوج أمير؟ وشنو ناقصك عشان ما تتزوجين أمير؟ تخيلي أتزوج، أنا أتزوج أمير بحفل ملك كبير. وأطلع أنا بأحلى صورة؟ ممكن هالشي يصير؟ إيه يصير، راح يتحقق حلمك، الحلم اللي تحلم فيه كل بنت. روحي حبيبتي، روحي لبسي وتزيني، روحي أبي أشبع عيوني بجمالك. إن شاء الله إن شاء الله، حين بروح. مشكورة. سوالفك. تفضل تفضل، بري لك اليمين. ايش فيك مستحي يا معود؟ تعال دش دش دش، لا تستحي، عفو عليك، مكان مكانك. القصر قصر، كفو عليك، بس تعال هياك. هذا قصر صجي. صج ولد فقر، اكيد قصر صجي، واللي قدامك هذه ملكة حقيقية، والفرصة اللي بتقدمها لك فرصة خيالية، فرصة العمر. انت الصياد؟ انا سباستيان. سباستيان اقوى صياد بالمدينة. هذا النقوشي اللي ما مثل احد، ينقش النملة لو هي فوق الجبل. وشلون اتأكد؟ تأكدت الحين؟ انا للحين ما ادري شنو المطلوب، بس قبل لا انفذ المهمة انا عندي طلبات وشروط. طلباتك كلها مجابة، إذا نفذت اللي أقول لك عليه راح تاخذ اللي تبيه وأكثر. والمطلوب؟ تونشي زين؟ لا حلو حلو. أوكي، سمعنا شيء بي. أنا أنا والليل والسمرة، الليل والقمرة، طال عمرك القمرة. أنا والليل والقمرة والشوق، والشوق في قلبي قمرة. جمرة جمرة طال عمرك، شوق في قلبي جمرة. جمرة قمرة جمرة. نفكر نفكر بالأميرة الجميلة الرشيقة والحب. الحب طال عمرك، الحب. هي والحب عذابه في صوتي الباب. هذا شعر بالله، كل الحب وعذابه، للسهر سيد الأسبابه. الله عليك الله عليك الله عليك أدولف، برافو برافو، سجلها عندك. إي والله عذابه، أه؟ حين يختفي القمر يظهر لنا هذا الفقر. أنت منو؟ أنت اللي منو؟ وأنت شكو؟ تبين أعلمك شلون تتكلم؟ تأدب، هذا الأمير شاشلي شخصيا. تأدب يا ولد. وإذا يعني إذا أنت الأمير، أنا سباستيان الصياد، سباستيان الأمهر في الغابات والوديان. الله عليك الله الله، سجلها سجلها يا دولف عندك، سجلها بسرعة، سجلها بالدفتر عشان نضيفها للقصيدة اللي قبل شوي كنا قاعدين نقصدها. ضيفها. على فكرة ترى انت وايد ظريف. على فكرة وانت بعد وايد عنيف. يا سلام يا سلام، حلو حلو، بسجله عندي. شوف، يمكن لو انا ما كنت مروق ومستانس كان بارستك هني واعلمك من وانا. وانا جاهز، اسحب سيفك وبارزني يلا. بس للأسف ان انا معرس، والمعارس ما يتهاوشون عشان شكلهم يضل حلو في يوم زفافهم. ما تخيل تعيسة الحظ اللي بتاخذها. تعيسة الحظ هذه اجمل الجميلات، اجمل البنات. اي نعم، ومو بس كذي، اميرة يعني فلوس، ثراء وراحة ورخاء، يعني الواحد شنو يبي اكثر من كذي؟ وبعدين مثل ما انت عارف ان الجمال والشكل ترى مسألة وقت ويختفي مع العمر،
والريال بيج الساعة عاد يحتاج الراحة، يحتاج الشخص اللي يعزه، الشيء اللي يرزه، واللي يأسس فيه مملكته ويأمن في حياته ومستقبله. ولا شو رأيك يا دولف؟ يعني قول طمعان في الأميرة. تقدر تقول إن زواج مصلحة للطرفين، لي ولها. أنت تبي الفلوس والسلطة، بالله إيش مستفيدة منك؟ وهي أصلاً يحصل لها أن تتزوج واحد نفسي؟ أصلاً وين بتلاقي أمير بهالمواصفات؟ وين؟ ماكو. أنت تدري لو بالي مو مشغول كان سويت؟ إيش سويت؟ كان خليتك تندم على كل كلامك. والله بصراحة أنا دمك خفيف. Good night يا المليق. يلا يلا دولف، انت عارف ان السهر يسوي سواد تحت العين. يلا بس ما كملنا شعر، نكمله ونروح. اوكي. باكر راح يكون أحلى أكيد، من فقير راح أعيش بغنى، باكر راح يكون أحلى أكيد، طول العمر هالقصر لي أنا. يومي سعيد وبعيش الحياة من جديد، راح أكون زوجة أمير وأحلى أميرة بصير، ومعه وبسماء راح أطير، راح تكون أسعد شخص بالحياة، ثروة وجاه، راح أملك كل اللي أتمناه، وراح يكون لي قصر أنا معاه. باكر راح يكون أحلى أكيد، ما قلتي لي ليش تبون الأميرة جوليانا؟ أوه صكي حاجك شوي، عيست ولا أدرب فيك وأنتي بس تهذرين وأنتي بس تزفين لأنك بس تسالفين. أوه إيش تبين الحين؟ أنا أقول لك إحنا إيش نبي بالأميرة جوليانا. لما انولدت جوليان ماتت أمها بنفس اليوم، وما كان ينفع الطفلة تكبر بدون أم، وتزوج الملك من أوبيل، وأوبيل اقتلت الملك بالسم وتخلصت منه. للحين ما تدري جوليان ان أوبيل هي اللي اقتلت الملك وتخلصت منه. يموت ابوها وما تدري شلون؟ أوبيل حبست جوليان في القصر، كبرتها على ان اي شيء برا القصر يعني موت، يعني رعب، يعني وحوش، وقالت لها ان الملك طلع في رحلة صيد واختفى في هالرحلة وما حد سمع عنه بعدها أي خبر. طلعوا إشاعة إن حيوان مفترس قضى عليه وصدقتهم. ليش هي عندها مجال ما تصدقهم؟ انقتل الملك واستفردت أوبيل بالحكم، الظالمة الشريرة مريضة، تعتقد بأنها راح تظل طول عمرها صغيرة وحلوة تدور على الجمال الأبدي. الحين عرفت ليش هي طارد البنات وتلاحق الجميلات من سنين، وعلشان كذي أهلي وصوني إني أختفي عنها وعن جنودها. شوفيني أنا اللي قدامك، كان لي شعر طويل مثل الحرير، بس لأنها طمعت فيه ولا تبي أحد يصير عنده شيء أحلى منها ما أحلقت لي ولا قصته. عيل شنو؟ شلعتها من عرجة، ومن عقبها ما أبي شيء إلا أني أبي أنتقم منها. ومن بعد ما شفنا فعايل الملكة قررنا أن احنا نوحد قوتنا بس عشان ننصر المظلومين ونرد الأمن والأمان ونرجع المملكة للشعب. وعلشان كذي شكلنا مجاميع مفرقة بأكثر من مكان، هدفنا التخلص من الملكة
اللي شوهت بناتنا وعذبتهم. بس المشكلة ما نقدر نقتحم مكانها والأميرة معاها، نخاف لا تضرها ولا تسوي فيها شيء، لأن احنا هدفنا نحافظ على حياة جوليان والمملكة. جوليان إيه اللي راح تحكمنا من بعد ما نفتك من أوبيل؟ عرفت الحين يا دورين ليش احنا نبي جوليان؟ عرفت، وعلشان كذي أنا وعد نفسي وأوعدكم إن حياتي كلها بتصير فدا هالمملكة. ما عندنا مكان للضعفاء. شوي شوي على البنت هولجر. أنا مو ضعيفة، أنا وياكم رح نقضي على أوبيل. أنت من متى صرت حارس الشخصي؟ من أمس. سألي وانزل. انزين الحين أنت وين بتوديني؟ شفتك تحبين الورود، قلت أوديش مكان فيه ورود ما شفتيها من قبل. أعرف مكان بالغابة في كل أنواع الورود والوانها. صدق؟ وين هالمكان؟ تعالي معي. شوف الطيور ترقص فرحانة بكل سرور، والجو صافي وجميل، هذا بصراحة أجمل شعور. اسمع تغريد العصافير، تحس براحة وحب وخير، فرحانة ودي لو أكون عصفورة وياهم أطير. شلونك الخطة سويها، لازم أبديها وارتاح أنا وحده، ما دام مهمتي سهلة ما عندي أي مهلة. من زمان مو كان حسيته مريح، والدنيا حسها بخير وأمان. ما شفت من هلا كل الطين حيل فرحان، ما شفت أنا يا عين، حرام أنا أظلمها. مالي شغل بأي شيء، لازم أنا أقتلها. أحس بويهك حزن، ما فيني شيء، اثبت لي يلا ابتسم واخرج شوي، اترك ورا الظهر الهموم، ما فيني شيء، خلي السعادة ترسم. العصفور المسكين، شوفه 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 هناك فوق، شكله مو قادر يرجع للهش. تقدر تساعده وترده مكانه؟ ماشي ماشي. اخ اخ ايش فيك تعورت؟ مو شغلك، وخر عني. ليش تحاكيني كذي؟ هذا يزاتي احاتيك وانا ما اعرفك. لا تتكلمين في شيء ما تعرفينه. من الذوق انك تشكر الانسان اللي ساعدك. انا ما سويت شيء عشان تقعدين تسوي لي قصص الحين. انا لو ادري انك كذي كان ما سمحت لك تحرسني. لا تنرفزيني. لا تنرفزيني؟ ليش انا شلون نرفزتك؟ لا تنرفزيني اقول لك. زين واذا نرفزتك يعني ايش بيصير؟ Thank you.
أوامر الملكة. أوبل؟ طلبت مني أقتلك مقابل كل اللي أتمناه. شلون؟ مستحيل. ما أدري شلون أقنعتني إنك أنتي مشعوذة، وإنك أنتي إنسانة قاسية وشريرة، وإنك أنتي ذبحتي أبوك، وقالت لي إن لازم نخلص الناس من شرك. أنت تقص علي؟ أوبل مستحيل تسوي فيني كذي. أوبل تحبني وأنا أحبها. هذا اللي صار حتى لو ما صدقتي. ردني القصر الحين. إذا ردينا الحين بدال لا تقتلك أنت بس راح تقتلني أنا معاك. أنت غلطان. أوبل ما تذبح أحد. ردني القصر وأنا أحميك من أي شيء أنت تتخيل ممكن يصير لك. أنا مو قاعد أتخيل، أنا قاعد أتكلم بالواقع. الواقع يقول إن أنا وياك إذا رحنا راح نموت. ردني القصر الحين. ردني القصر الحين. أوبل أوبل أوبل. حق اي واحد فيهم انه يمس شعره واحدة من راسك. احنا معاها مو ضدها، خلاص ما داعي نعدي بعض. احنا بنحميها ما نبي نضرها. وجودنا معاها يحافظ على حياتها من الخطر. احنا نبي ننتقم من الملكة أوبل ومن كل اللي معاها. احنا ثوار من انصار الملك ونموت فدا للملك. وانا حارسها الشخصي. بس انا ما بيكم، لا انت ولا انت. انا برجع للقصر، انا ابي أوبل. أوبل؟ أوبل؟ أنت بس لو تسمعيننا راح تعرفين ليش إحنا نبيك تكونين معانا. أنت حتى ما سألتي شنو يعني أنصار الملك، ولا سألتي شنو هدفنا وشنو قصتنا. جوليان طيعيني، ثقي فيهم مثل ما أنا وثقت فيهم. راح أسمعتهم كلكم بس من غير ما أي أحد يهاوش الثاني. قولوا لي، علموني إيش قاعد يصير. كاهي عايشة وأصحى مني ومنكم، ليش ما ماتت للحين؟ ليش؟ ايش بيدل؟ ايش بيدل قاعد أكلمك؟ مو ما أظل بيها. ايش بيدل؟ منو أجمل الجميلات؟ منو أحلى البنات؟ أجمل جميل خاف أقول لك والله تفلعيني باللي بيدك. ايش أقول لك؟ تكلم زين إن شاء الله. أجمل جميلات الجيبة. تعال 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 تقول لي تعال. اسمع فكني قول لها أي اسم، أنا ما أقدر أتشدم ما أقدر. شبيدل لا يا حبيبي ماكو فكني، أنت قول ودبر عمرك. لا قاعد تدمسني. خلاص خلاص لا تقولي اسمي بصراخ. الله يخليك يا مولاتي. اجمل جميلات الجمال. جميل 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 جوليان. ايه جوليان الخاين سبستيان، الخاين اخذ المجوهرات وانحاش. انا وراك يا جوليان، وراك لين ما تخلص منك وبايدي راح انتقم منك، منك ومن الصياد الخاين. مولاتي مولاتي طولي بالك، لا تعصبين. تكفين يا مولاتي تكفين. تكفين هدي اعصابك واللي تبينه يصير. اجمع لي تفاح من كل الالوان وكل الانواع. اسوي لك سلطه؟ انا اللي راح اسويك. لا 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 تكفين 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 تكفين. يا عمي ايش فيك انت؟ قالت لك تبي تفاح جيب تفاح، قالت لك تبي موز جيب موز. خلصني خلصني. مو الحين وين احصلها التفاح هذا؟ من وين؟ ما ادري ايش تراني دبرها. مو احسن ما تصرح علي. ايش بيا ديال؟ ايش بيا ديال؟ نعم 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 يا اخي كاني. نعم مولاتي اوامرك. ايش بيا ديال تحت امرك؟ طلع لي كتاب الوصفات، باب النوم الابدي، الغيبوبه الطويله.
أكيد مو زعلانة مني؟ عقب اللي سمعته منك أكيد مو زعلانة. الحمد لله أنك فهمتيني وقدرتي موقفي. أنا بس مستغربة من اللي قلته عن شاشلي. صدقيني أنا من كثر ما ضميري مأنبني مو قادر أنام. أنا راضي أفديك بعمري، أموت بس ما يصير فيك أنتي شيء. مستحيل أكذب عليك بموضوع مثل هذا. اللي قلته لك بالضبط وهو اللي صار. دورين، أتمنى تكوني مرتاحة معنا. ما علي، يمكن يولندا قاعد تضغط عليك شوي، لكن صدقيني كل هذا علشان مصلحتك. لا بالعكس، أصلاً يولندا ما قصرت معاي، علمتني شلون أحارب وعلمتني شلون أخذ حقي من كل شخص ظلمني. أشوى، يعني أنا ما غلطت لما قلت لك انضمي لنا؟ لا طبعاً ما غلطت. أنت ذكريني بأختي الصغيرة. اللي ما سلمت من أوبيل كانت جميلة وشعرها طويل وحلو، وبيوم من الأيام هجموا عليها جنود المدينة. وقتها ما كنت أقدر أدافع عن نفسي، فشلون بدافع عن أختي؟ يلا منك، يلا أنا اللي راح أوديك حق الملكة. حرام عليكم، حرام عليكم، هدوها هذه اختي صغيرة، حرام، ما سوت شيء. انا اللي راح اوديكم حق الملكة، بس سكتوا. اذا ما هديتوا اختي راح تندمون، فاهمين؟ راح تندمون. يلا منك، يلا كلمة ثانية منك راح اقطك بزنزانة القصر طول عمرك. اذا ما هديتوا اختي ما راح تلومون الا نفسكم. من يومها وانا مفرغ نفسي بس علشان انتقم من الملكة واتباعها. لحقوا لحقوا. أوبيل أوبيل وينها؟ وينها؟ خل نقضي عليها. أوبيل عرفت ان سيباستيان ما قتل جوليان. أوبيل عرفت ان جوليان ما ماتت، وقالت حق اتباعها يدورون على جوليان ويقتلونها. وعقوبة الخيانة اعدام. أنا مستعد أواجه الموت عشانك. لحظة لحظة، الخطة المناسبة الحين تشكيل جيش بأسرع وقت الواجب فيه وبين الجيش. محاربين سباستيان اتفرقوا، جمعوا الثوار من كل مكان، آن الأوان. أنا رايح المنطقة الشمالية. أنا رايح الجنوب عشان أجمع كل الثوار، وانت وحرسة وجليان على ما نرجع لكم. كل هالتجربة هذه جديدة علي، أنا عمري ما طلعت من القصر، والحين أعيش في كروخ محاربين وثوار وانخش من الإنسانة الوحيدة اللي ما كنت أثق إلا فيها. والأغرب من كل هذا إنه يعني إحساس جديد، أحس إن قلبي بدأ يحب. تكفين لا تقولين هالكلام، أنا من شفت الأمير الوسيم بالمدينة بالضبط من وقت ما طلعني من البرميل أفكر فيه ليل ونهار. تهجون هذا هو الحب؟ شدراني يعني انتي ولا مرة حسيتي بشي؟ الحين بتفهمين انت ما تعرفين نوع من انواع المشاعر؟ شوفي شكلي انا منو راح يحبني وانا راح احب منو؟ خلاص خلاص لا نسولف عن الحب الحين، اذا سولفنا ما راح نخلص، وانا اخاف لما يردون كلهم يكونون يواعى وما يلاقون شي ياكلونه. عن اذنكم بروح اسوي لهم اكل، تبون احسب حسابكم؟ ايه حسبي حسابي. مسكينة هالبنت قلبها وايد طيب. الأمير ابن الملك، والأمير يمشي كالطاووس ويضرب كالأسد. سجام 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 أنا جبته سجام. وين منو؟ سنجاب؟ ما أدري يمكن يطلع من سنجاب. خرعتي تقولي سنجاب، آخر شيء يطلع سنجاب بتخرعني عبالي شيء أشد من السنجاب. آه الأمير الوسيم. أوه ماي جاد، البنت اللي داخل البرميل؟ هذا الأمير اللي قلتي عنه؟ إيه هذا اللي حاجيتك عنه. هذا الأمير شاشلي شخصياً. أنت وين رحت؟
وين كنت؟ خليني أقول لك كل شيء صار فيني من أول ما فارقتي عيني. الله جميلة سجل هالدول في عندك. المهم أنا صارت لي أشياء وايد لازم نسولفها مع بعض لازم. يعني أنت كنت تدورني؟ مولاي الأمير شاشلي في مكان بارد هناك قريب النهر كان حلو وضبط لك إياه وحط لك في شمسية. رأيكم تكملون سوالفكم هناك؟ إيه ليش لا؟ لأن بصراحة أنا عندنا سوالف وايد حلوة نبي نقولها وغير كذي في عندي بطولات كثيرة حاب إني أسولفها مع هالبنات الحلوين. أنت فضل نمشي يلا. إيش حلوة هالأمير يحفظك. إيوان تور إيوان تور ثري فور. خطر البال طعم عجيب وخيال تفاح قوي 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 عيش ترى احلى تفاح وعيش ايامك افراح تفاح قوي 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 عندي من هالتفاح الوان واشكال بس ايش يضبط الجانب الحال شي ما خطر البال طعم عجيب وخيال تفاح قوي قوي جوليان بسبتك كلها منك انت الغلطان انت مخطط تذبح جوليان واخروا عني قرب مني
ارفع سيفك مثل الفرسان. لا ما اسمح هذا مو صح المفروض انت تحميها وللغابة انت توديها مو تاخذها وتغدر فيها كسروا وحسكم اهدوا بسكم لحظة بس انتوا من صدكم الامير اصلا بارئ من هالتهمة كان وياهم وهمان صبرا وشوي ببالي شي ليش ما يكون هو الجاني كلامك صح علشان يربح يذبح جوليان هالاناني يعني أنا بريء الأمير شاشلي شخصياً أنت وسكت وكل هذا صار بسبتكم أنت ولو ما رح توهنيك أنت وكل هذا صار كلامك صح لا إيه حدوا أعصابكم شوية اخذوا الموضوع بجدية نبي حل ليش مفكر والجاني موجود وليه هم ردينا أصلاً كلنا ما نعرفك وأنا ماني مطمن لك يمكن هذه خطة منك تخلينا إحنا تسوى علينا مجرم احنا ما كنا موجودين يعني مو احنا الغلطانين منو الغلطان اهوى لا مو اهوى انت منو الغلطان انا اشك فيك اشك فيك هذا صار بسبتكم مفروض اشك فيك انا مو فاهم شي انت الملكة انا شفتك لا تحاول تبرئ نفسك انا مثلك هما شفتك ماخذ رشوة وبايع نفسك انت انت انت, انت. ليش انتو زعلانين محد فيكم غلطان شكلكم مو عارفين منو اذى جوليان انا اللي نومتها نوم طول العمر من يتحدى صدقونا هو الخسران سمعت بذنكم انا بريء وبالي السبب اللي صار زوج الزو الحين انا رايح حق الملكة نولف تعال معي انا اقول ما نخلي لا صغير ولا كبير في هالمدينة الا وناخذه معانا علشان نقضي على اوبيل عيال يلا شناطرين خلونا نجمع كل قوتنا ضد اوبيل كل اللي نبيه وفكرنا فيه بشوية صبر وفكر صار انتو الفخم هذا هو احلى يوم هو بالنسبة لي هذا احلى يوم فكرة صح نار وشرار واللي تبينه هو صار انا اوبيل واللي يتحداني شوف الويل انا احسن وحدة والاغلى هو الاجمل هو الأحلى ها جيت بوقتك مثل ما اتفقنا ووصل بموعده أنا الحين مستعد أقول لك منو أجمل جميلات منو أحلى بنات أنتوا الحين قاعدين تحتفلون بعد ما حطيتوني موقف بايخ وعرضتوا حياتي للخطر وخليتوهم يتهمون أن إحنا اللي قتلنا الأميرة ليش ذبحتيها؟ أنا ما ذبحتها هل سويتي فيها؟ خليك من هالسوالف المهم متى العرس؟ أنا مستحيل أتزوج واحدة مجرمة نفسك شلو تبيني أتزوج واحدة توها ذبحت واحدة بريئة اسمها جوليان؟ ما راح اتزوجش لو كنتي اخر مره بالدنيا وانزل شبيدل سجنوه استعداد للهجوم كل ظالم يلا يوم كلكم استعدوا بناخذ حق المظلوم انسوا الحين يا الملكة وبيل شكلنا منهم بنشوف الويل
ايش صار؟ احنا وين؟ ما ادري، بس واضح ان المكان اللي احنا فيه احسن من هذاك المكان. يا اليوم اللي راح ننتقم فيه منك ومن كل اللي سويتيه فينا. بس شلون نقعد جليان من النوم؟ قولي لنا، قولي ولا راح تندمين. مو شغلك. اذا ما علمتينا شلون تقعد جوليان راح ارميك بالسهم. ما راح اقول لكم اي شيء. هذه ماتي الا بالقوه. لازم ناخذ حقنا منها بيدنا ونجبرها على انها تدلنا على الحل. حتى لو اجتمعتوا علي كلكم ما تقدرون علي. شبيدل احميني داخل المرايه. ماتت؟ إيه ماتت، وافتكينا منها للأبد. احنا كلنا كنا نبي نتخلص منها أكثر منكم، لأنها كانت تعذبنا وما ترحمنا. كان لازم نتخلص منها لأنها وايد طغت. إنزين وجوليان إيش بيصير فيها؟ إيش بيدل عند الحل. شر بينقلب ضده.